بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع التمارين المتعلقة بالتحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن السلسلة الثانية من الكتاب المدرسي وطبق معارفي في الصفحة 52. إذن نبدأ مع التمرين رقم 5، أصحح الأخطاء. يقول هناك أخطاء في كتابة الصيغ الكيميائية التالية، صححها معللا إجابتك. إذن لدينا 3 صيغ لمحاليل شاردية أو مركبات شاردية، و مكتوبة بشكل خاطئ، يطلب منا أن نصحح. إذن الكتابة الأولى هي 2H زائد زائد 2Cl ناقص. إذن فهذه الكتابة 2H زائد زائد 2Cl ناقص علميا هي كتابة خاطئة، رغم أن الموازنة محققة يعني بشكل صحيح، لأننا إذا فتحنا هذا المجال بهذه الكيفية يعني كل شخص يكتب كما يبدو له. بما أن الهيدروجين، شاردة الهيدروجين هي أحادية وشاردة الكلور هي أحادية، فيجب أن تكتب الموازنة بأصغر عدد طبيعي يحقق الغرض، وأصغر عدد طبيعي يحقق الغرض هنا الموجب بطبيعة الحال، نتكلم عن الصفر، يعني أصغر عدد طبيعي يحقق الغرض هو ليس 2، إذا نكتب 1، وبالتالي ستكتب الكتابة الصحيحة كما هو مبين، H زائد زائد Cl ناقص. لأن أصلا الموازنة فيما تعلمناه في دروس الكيمياء أننا نوازن بأقل كلفة، بمعنى بأقل عدد من الذرات أو الجزيئات إلى آخره. الكتابة الثانية أعطيت لنا Al3 زائد زائد Cl3 ناقص، يعني من ناحية الظاهرية التعادل الكهربائي محقق، لكنه غير صحيح. لماذا؟ لأن شاردة الألومنيوم صحيح ثلاثية، هي Al3 زائد، يعني هذا الشاردة من أين نحصل عليها؟ من فقدان ذرة الألومنيوم لثلاث إلكترونات. لكن شاردة الكلور ليست ثلاثية، شاردة الكلور هي أحادية، وبالتالي فهذه الكتابة خاطئة وصوابها كما هو مبين معنا. إذن هذه الكتابة تعتبر خاطئة لأن شاردة الكلور أحادية وليست ثلاثية، وبالتالي في الكتابة الصحيحة هي Al3 زائد هنا نأخذ Cl ناقص لأنها أحادية مضروبة في 3، إذن 3 Cl ناقص. الكتابة الموالية Fe2 زائد زائد Cl ناقص، من حيث الشكل الكتابة صحيحة، لكن علميا أو المعادلة غير محققة، يعني التعادل الكهربائي للمركب غير محقق، لأن شاردة الحديد ثنائية يعني لديها شحنتين موجبتين، في حين أن شاردة الكلور أحادية، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق هذا المركب إلا بوجود شاردتين أحاديتين سالبتين. إذن هذه الكتابة قلنا تعتبر خاطئة لأن شاردة الكلور أحادية وشاردة الحديد ثنائي، وبالتالي في التعادل الكهربائي غير محقق لهذا الفرد الكيميائي، وبالتالي في الكتابة الصحيحة مثل ما ذكرنا هي Fe2 زائد زائد 2Cl ناقص، من أجل تحقيق التعادل الكهربائي لهذا المركب أو لهذا الفرد الكيميائي. نمر إلى التمرين السادس. يقول من على حق، يعني من هو الذي على صواب. أرادت أم مريم تنظيف مقعد من الرخام عليه بقع صعب إزالتها، وذلك باستعمال حمض كلور الماء، لكن مريم نصحت أمها بتفادي استعمال الحمض، أيهما على صواب؟ علل. هنا ينبغي أن نفكر مليا قبل أن نجيب بطريقة عشوائية، يعني من الذي على صواب، هل الأم أم البنت؟ الأم أرادت أن تضيف حمض الكلور
لتنظف به الأرضية التي هي من الرخام. والبنت نصحتها بعدم استعمال الحمض، لماذا يا ترى؟ هنا علينا أن نعرف ما هي المادة التي يتكون منها الرخام. إذن فالرخام ما هو إلا المادة الأساسية له، يعني النسبة الغالبة منه، إن لم نقل الكل، يعني هي بطبيعة الحال لن تكون 100%، ولكن النسبة الغالبة ولا المادة الأساسية للرخام هي مادة الكلس. مادة الكلس صيغتها الكيميائية CaCO3، ونحن رأينا أن هذه المادة، يعني هذا الملح المتكلس، يعني كلور كبريت كربونات الكالسيوم، تتفاعل مع حمض كلور الماء. إذن فإذا أضافت حمض الكلور إلى مادة الرخام فإنه يؤدي ذلك إلى انحلال الرخام وتفككه، يحدث له فوران، يتصاعد غاز ثنائي أكسيد الكربون وينحل الكربونات وينحل الكالسيوم أو شوارد الكالسيوم تنحل في المحلول. إذن وبالتالي هنا يعني إذا قمنا بهذه التجربة فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الرخام وإتلافه، وبالتالي فاعتراض مريم أو اعتراض البنت على استعمال حمض الكلور هو اعتراض مشروع وفي محله. إذن هذا بالنسبة لما ورد في هذا السؤال. نمر إلى الوضعية السابعة، يقول ماذا حدث للحديد؟ قام مخبريون بغمر صفيحة حديدية جزئيا في بيشر زجاجي يحتوي على محلول لكبريتات النحاس الثنائي، وبعد مدة اختفى اللون الأزرق تدريجيا وظهر راسب أحمر آجوري على الجزء المغمور من الصفيحة وتلون المحلول باللون الأخضر الفاتح. السؤال الأول في فرعه ألف يقول ما سبب اختفاء اللون الأزرق للمحلول وما المادة المترسبة على الصفيحة؟ نحن رأينا في الدرس بأن المحلول الشاردي الذي درسناه ويكون لونه أزرق، فاللون الأزرق دلالة على وجود شوارد النحاس الثنائية. فإذا اختفى هذا المحلول كليا أو جزئيا، اللون الأزرق معذرة، كليا أو جزئيا، فهذا يدل على اختفاء وتناقص شوارد النحاس في المحلول. إذا اختفى اللون الأزرق كليا معناها اختفت شوارد النحاس كليا. وما المادة المترسبة؟ إذن مادام اختفت شوارد النحاس ماذا حدث لها؟ أكيد لن نقول أنها تحولت إلى غاز وتصاعد في الجو، نحن لم نرى هذا. ظهر راسب أحمر، فما هي طبيعة المادة المترسبة على الصفيحة؟ هذه المادة الحمراء من هي؟ إذن لا شك أنها هي النحاس، يعني شوارد النحاس اكتسبت إلكترونات التي كانت تنقصها وتحولت إلى ذرات، ولما تحولت إلى ذرات فإنها تخرج من المحلول وتترسب على الصفيحة. إذن المادة المترسبة هي معدن النحاس. إلى ماذا يعود تلون المحلول باللون الأخضر الفاتح؟ إذن فاللون الأخضر الفاتح يدل على أن المحلول صار يحتوي على شوارد الحديد الثنائية. من أين أتت شوارد الحديد الثنائية؟ إذن هناك أمر حدث وهو تفاعل بين كبريتات النحاس وصفيحة الحديد، تحول كيميائي أدى إلى تفاعل، تمثل هذا التفاعل في تأكسد الحديد وإرجاع النحاس. نقول أنه تم تأكسد السطح الخارجي للحديد وأرجع النحاس من المحلول. إذن بعد ذلك يقول إلى ماذا يعود اللون الأخضر ذكرنا؟ اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين المنمذجة للتحول الكيميائي بالصيغ الشاردية. إذا نكتب المعادلة، معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لهذا التحول الحادث بالصيغة الشاردية. إذا كان لدينا الحديد، صفيحة الحديد في الحالة الفيزيائية لها صلبة Fe solid زائد محلول كبريتات النحاس CO2 زائد زائد SO4 2 ناقص، حدث تحول أو تفاعل أفرز أو أنتج هذا التحول راسب أحمر هو معدن النحاس CO2